إذن بسم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مبروك. هذا فيديو جديد غادي نديرو إن شاء الله باش نصحو التمرين رقم 4 من السلسلة. ولا شفت باللي راه يمكن نصحو تا التمرين 5 أو ميم طون، غادي نصحهم جوج بيهم. التمرين 4 ديال السلسلة، اسمحوا لي غير نقاد اللايف باش نعرف باللي راكم كتشوفو مزيان. إذا التمرين رقم 4 من السلسلة كيقول أسيدي، نعتبر الدالة F بحيث F ده X كتساوي ناقص 3 على 2 X، و G الدالة التألفية بحيث G ديال 3 تساوي 1، وتمثيلها يمكنني يمر من النقطة A ذات الإحداثيات 0 وناقص 3. مزيان فوالا، دونك غادي نمثلو هاد المعلومات هادو كومسا. انا على بركة الله ان الدالة الخطية اف دو اكس كتكتب على شكل ناقص 3 على 2 اكس، اذا اف دو اكس تساوي ناقص 3 على 2 اكس. هادي دالة خطية، علاش اسيدي؟ حيت كتكتب على شكل ا اكس. ودالة تألفية جي، حيتو عطاونا جوج ديال المعلومات، ثلاثة تساوي واحد، و ذات الإحداثيات دي اللي هو التمثيل المبياني ديال. إذن هادو هما المعلومات اللي عندنا بخصوص الدالة إف دالة خطية و جي دالة تألفية. سؤال واحد ألف، أحسب إف لإثنان، سهل بزاف كاع. إذن ألف واحد ألف، أحسب إف لإثنان بكل بساطة. غادي نجيو ناخدو الدالة ديالنا إف دو إكس اللي كتساوي ناقص 3 على 2 إكس، وغادي الدالة جي دو إكس تساوي ناقص 3 على 2 إكس. نبداو بعدا بالرسم، صافي؟ نبداو بالرسم. دابا الآن عندي المعلومة الأولى ها هي، المعلومة الثانية هي، المعلومة الثالثة هي. دابا عندنا معلومة واحدة أخرى، هي أن إف ديال إثنان كتساوي ناقص 3. شوفو كي غنخدم هاد المعلومات باش يمكن لي الرسم. إف لإثنان تساوي ناقص 3، وردوا البال معايا مزيان. باش نمثل الدالة الخطية أو الدالة التألفية، أنا محتاج جوج نقيضات، لأن التمثيل ديالهم عبارة عن مستقيم، والمستقيم يحدد بنقطتين. هذه دالة خطية، مباشرة كدوز من النقطة أو ذات الإحداثيات 0 0، صافي؟ وكذلك حسبنا عاد في السؤال، حسبنا اف لإثنان تساوي ناقص 3، بمعنى راها كدوز من واحد النقطه نسميوها مثلا سي، الاحداثيات ديالها شكون هما؟ إثنان، ها هي اكس، انت اكس هي اللي داخل في الاقواس، والصوره ديالها هي إيكغيك، إثنان ناقص 3. احنا عرفنا نقطتين ديال الداله الخطيه. ندوزو للداله التالفيه. الداله التالفيه مباشره هما عطاونا بعدا واحد النقطه اللي هي 0 ناقص 3، عطاونا النقطة الأولى هما أ ذات الإحداثيات 0 ناقص 3. النقطة الثانية كذلك راها عندي هنا، نسميوها بي، الإحداثيات ديالها 3 1، دايما إكس هو اللي داخل في الأقواس، وإيكغيك هو النتيجة كاملة، صافي؟ هاد المسألة راه حنا خدمناها وبزاف. فوالا، عندي جوج نقيطات لكل مستقيم، نرسم المعلم ديالي بكل بساطة، ونمثل عليه هاد النقط. رسم الدوال، هذا التمثيل المبياني. دائما كنقول باللي سمحوا لي ما عنديش الكيفيه والوسائل باش نرسم لكم مزيان المعلم، ورسم بالاحداثيات مضبوطين. الله يعطيكم الرضا، كنترجاكم نتوما من تكونوا كترسموا رسموا مزيان باش تفهموا اكثر وتستوعبوا اكثر. اذا النقطه الاولى بالنسبه للتمثيل المبياني ديال او، هذا محور الافاصيل اكس، هذا محور الاراتيب ايغريك، او اللي كيمثل اف او جي بحال بحال، مهم كيمثل الصورة. نديرو التقسيم، محور الأفاصيل الأعداد الموجبة دائما على اليمين، والأعداد السالبة دائما على اليسار. وبالنسبة لمحور الأراتيب، الأعداد الموجبة دائما في الأعلى، والأعداد السالبة دائما في الأسفل. النقطة الأولى صفر صفر، أصل المعلم هاي. النقطة الثانية اثنان ناقص ثلاثة، اثنان في إكس هاي ناقص 3 تحت في إيكغيك، إذا فوالا، هذه هي النقطة الثانية. وغادي نديرو التمثيل المبياني، هذا الدالة يمر من هاتين
النقطتين. اسمحوا لي. إذن هذا التمثيل المبياني للدالة F. دابا التمثيل المبياني للدالة G، جوج نقاطات، صفر ناقص ثلاثة، صفر في إكس وناقص ثلاثة في إيكغيك، هي هذه. النقطة هذه إلا شتي الأفصول ديالها هو صفر، الرتب ديالها هو ناقص ثلاثة حيت جات لتحت، صافي. النقطة الثانية ثلاثة واحد، ثلاثة في إكس وواحد في إيكغيك. فوالا هي النقطة الثانية، وغنرسم المستقيم اللي كيدوز من هاد النقطتين هادو بزوج، كيدوز من النقطة صفر ناقص ثلاثة، هادي التمثيل المبياني ديال الدالة جي. إذن هذا السؤال باء، مثل في نفس المعلم الدالتين اف و جي. جيم غادي نخلي هادشي هذا في السبورة وغادي نهضر على جيم، غادي نمسح غير هادو باش يكون عندي البلاصة فين نشرح. إذن دابا غنديرو جيم. جيم هو سيدي سؤال كيقول جيم استنتج مبيانيا وبدون حساب قيمة مقربة لحل المعادلة جي دو إكس كتساوي ناقص ثلاثة على جوج إكس. إذا المعادلة ديالنا ها هي جي دو إكس تساوي ناقص ثلاثة على جوج إكس، قالوا مبيانيا. هاد ناقص ثلاثة على جوج إكس إلا رديتو البلا وليداتي هي إف دو إكس، ياك؟ إذا المعادلة ديالي ممكن نكتبها على شكل جي دو إكس كتساوي إف دو إكس، عوضت هادي بإف دو إكس نفس الحاجة. علاش أستاذ عوضتيها؟ حيت قالوا لي مبيانيا، وأنا عندي التمثيل المبياني جي ها هو بالأحمر، وعندي التمثيل المبياني إف ها هو بالأخضر، مثلتهم باش نشرح لك باللي راه كيقولوا لك بين فوقاش كتكون الدالة جي تساوي الدالة إف. ومن كان بغيو نصعبوا هاد المسألة مبيانيا هي اللي شرحناها البارح في التمرين رقم ثلاثة، هي نقطة تقاطع، البلاصة اللي كيتقاطعوا فيها، البلاصة اللي كيتلاقاو فيها الدالتين هي الحل ديال هاد المعادلة، هذا هو الحل، البلاصة اللي كيتقاطعوا فيها. والحل شنو؟ حنا هاد المعادلة كنقلبوا على إكس غير إكس، غادي نشوف إكس ديالها. إذا كنت رسمت مزيان والأمور بخير، إذا الحل غيكون هو واحد. إذا الحل هادي مبيانيا غنجيو نقول هي نقطة تقاطع، هذا قلنا سميناه دي، التمثيل المبياني هذا دي، وهذا دلتا، حيت التمثيل المبياني عبارة عن مستقيم خصنا نسميوه بسميتو. أنا كتبت حتى الدالة غير باش تعرفوا ديال كل دالة، تقاطع دي ودلتا، إذا هي نقطة تقاطع دي ودلتا، أولا صراحة باش نكتبوا الجواب صحيح هي أفصول، حيت حنا خصنا غير إكس، أفصول نقطة تقاطع دي و دلتا. شحال هو الأفصول أسيدي؟ هو إكس تساوي واحد، فوالا هو إكس تساوي واحد، هذا هو السؤال جيم، أنا كنأكد عليه مبيانيا، صافي؟ مزيان، السؤال اثنان، حدد صيغة الدالة جي. حدد صيغة الدالة جي، هاد السؤال هذا خدمناه مرارا وتكرارا وصوبناه، ياك؟ اللي خصنا نحددو جوج الحوايج، المعامل والأرتوب عند الأصل. غادي نمسح هادشي عفاكم، نتوما من تكونوا كتفرجوا الفيديو غادي تبقى في الفيديو وتكتب الأجوبة بلاتي عليك، ياك؟ وتشوف شنو كنقولو، هذا باش تفهم، حتى تفرج وتفهم، ونعاود الفيديو بلاتي عليا تنفهم. نوقف الفيديو ندير بوز ونكتب، الكتابة مهمة بزاف، أنا كنوصيكم إلا كنتي كتقرا بلا ما تكتب راه ما كاينش شي، راه بحال داك المثل المغربي اللي كنقول الهضرة كتدخل من هنا وتخرج من هنا، خصنا نثبتوها خصها تكتب. إذا ثانيا حدد الدالة جي، الدالة جي دالة تآلفية، هما قالوا لنا دالة دالة تألفية، شنو هو الشكل ديالها وليداتي؟ إذا جي دو إكس كتكتب على شكل أ إكس زائد بي، أ هو المعامل، وعندنا قاعدة باش كنحددو ذاك المعامل، نولي نفكر الوليدات، إلا ما كنتش عارف القواعد راه ما يمكنليش نخدم لا رياضيات ولا فرونسي ولا فيزيك ولا أي حاجة،
ضروري بعدا نكون حافظ القواعد. اذا ا تساوي جي لإكس جوج ناقص جي لإكس واحد مقسومة على إكس جوج ناقص إكس واحد. هاد المسألة خدمناها وعاودنا. شكون هي جي ديال إكس؟ ناخد هذه هي جي ديال إكس جوج، يعني غادي تكون عندنا جي لتلاتة مقسومة على تلاتة، هذاك اللي داخل في الأقواس هو اللي كيتكتب هنا. دابا خصني جي ديال إكس واحد، شوفوا الله يرضي عليكم الكتابه هذه. من كنقولوا ا كاين تعميد التمثيل المبياني ديال الداله التالفيه، هذا كيعني ها انت ا دات 0 3 ناقص 3 عفوا كتنتمي لدي اللي هو التمثيل المبياني ديال الداله جي. يعني شنو؟ يعني اكس تساوي 0 و جي لي 0 تساوي ناقص 3. هذه هي المعنى ديالها صافي. دائما اكس هو الاول والثاني هو جي ديال هذا الاول، الصوره ديال العدد الاول. لكن عندي ا ذات الاحداثيات جوج خمسة، اذا يكون عندي جي ديال جوج كتساوي خمسة. اذا من هنا غادي نجي ونقول سيدي ناقص جي لي صفر مقسوم ناقص صفر مقسوم على 3 ناقص صفر. دائما هذاك اللي داخل في الاقواس هو اللي كنكتب. هذه المساله كنظن شرحناها بما يكفي درنا الدرس، درنا التمرين التطبيقي، التمارين التطبيقية. جي ديال ثلاثة شحال هي سيدي؟ واحد ناقص القاعدة، جي ديال صفر ناقص ثلاثة مقسومة، ثلاثة ناقص صفر هي ثلاثة. إذا قوس مسبوق بناقص غيتبدل، تعطيني واحد زائد ثلاثة، ومنه فإن أ تساوي ثلاثة أربعة على ثلاثة. ومنه فإن أ اللي هو معامل الدالة التآلفية كيساوي 4 على 3. مازال ما ساليتش، علاش؟ لأن لحد الساعة دابا عرفت بلي جي لإكس تساوي أ، ما غاديش نبقى نكتب أ، صافي راني عرفتها هي 4 على 3، 4 على 3 إكس زائد. باش نخدم ب نقدر نخدم هذه المعلومه، نقدر نخدم هذه المعلومه. كنت قلت لكم خصنا العدد والصوره ديالو، تخدموا هذه من حيث كتبناها هنا باش نربحوا. جي لي صفر تساوي ناقص 3، بمعنى من نجي نكتب هنايا جي لي صفر يعني غنعوض اكس بصفر، 4 على 3 مضروبه في صفر زائد بي. شحال كتساوي جي لي صفر؟ هي المعلومه عندي هنا ناقص 3. اذا ناقص 3 تساوي 4 على 3 عفوا صفر، لأن أي عدد مضروب في صفر صفر هي بي. احنا لقينا بي بكل بساطة، إذا بي تساوي ناقص ثلاثة. وهكذا احنا جاوبنا على السؤال ديال حدد الدالة جي، يعني عرفنا التعبير ديال الدالة جي لإكس اللي كيساوي عفاكم 4 على 3 إكس ناقص ثلاثة. ما تقوليش السادرة عندك هنا زائد بي، حيت عندنا باش ما باش ما نحرمكمش من العطلة 100%، إلا كان غادي نخدمها حتى الغدا في حصة بوحدها، ما كانتش تستحق نخدمها دابا. إذا فوالا، في انتظار أنكم تشوفوا داك الحل. المثيل المستقيم عطاونا واحد التمثيل من بين النقاط، حدد مبيانيا تلك التي تنتمي إلى، يعني غنمثل النقاط في المعلومة ونشوفوا واش كتنتمي ولا لا. بين أن ميل مستقيم دي حيت سهل غاديش يأثر لكم على المعلومات اللي عطينا دابا. إذا غادي نرسم حتى أنا التمثيل المبياني بشكل مقرب ديال هاد الدالة اللي عطاونا. Y أو لا f دو x لي بغيتي، وعطاونا سيدي كيدوز من النقطة صفر واحد. إذا غادي نقسم المعلم ديالي، دائما محور الأفاصيل هو الأفقي، محور الأراتيب هو العمودي، أعداد موجبة على اليسار، الأعداد السالبة على اليمين، الأعداد الموجبة فوق، الأعداد السالبة تحت، وكنحسب بالواحد، واحد جوج ثلاثة أربعة.
ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4، 1 2 3 4 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. والتقسيم خصو يكون هذه المسافه قد هذه المسافه. علاش؟ لان قالوا لنا محل متعامد ممنظم. متعامد يعني هنا زاويه قائمه، ومنظم يعني هذه المسافه تساوي هذه المسافه، خصهم يكونوا متساويين. مزيان. اذا انا غادي نحاول نمثل هذا، كيدوز من النقطه هذه، كيدوز من هذه النقطه هذه، وكيدوز كذلك من النقطه 1 2 3 1 2 3. مزيان. كيدوز من النقطه 3 3، كيدوز من هذه النقطه. انا رسم بعد ذاك المستقيم. فوالا. اذا التمثيل المبياني اللي عطاونا يمر من هاتين النقطتين، هذا هو المستقيم دي، اللي هو التمثيل المبياني ديال الداله التالفيه اف اللي قالوا لنا تما. السؤال الف واحد الف بين ان من بين النقط، عفوا، ا ضرب احداثيه 3 3 وناقص 3 وناقص 1 ناقص 3 وسين 3 1، شكون اللي كتنتمي للتمثيل المبياني مستقيم دي؟ غنجيو غنمثل دوك النقط. النقطه الاولى ا ضرب احداثيه، اذا واحد، هذا التمرين 5، واحد الف ضرب الاحداثيات 3 3، واش تنتمي ولا لا تنتمي؟ غنجي غنحس نشوف 1 2 3 1 2 3 فوالا جات فوق المستقيم، اذا تنتمي للمستقيم د بكل بساطه. النقطه الثانيه بدات الاحداثيات ناقص 1 3، بدات الاحداثيات ناقص 1 ناقص 3، نشوف واش تنتمي ولا لا تنتمي. انا نتاكد في الشكل اللي عندنا في التمارين، ناقص 1 ناقص 3 صحيح تنتمي. تنتمي حتى النقطة أردت الإحداثيات ناقص 1 المستقيم دي. عندنا النقطة الرابعة اللي هي سي ذات الإحداثيات 3 ناقص 1، سي ذات الإحداثيات 3 ناقص 1 3 ناقص 1. هذه النقطة هذه هي سي، لأن هذه أ، هذه بي، هذه سي. سي كيف ما كتشوفوا لا تنتمي للتمثيل المستقيم أو للتمثيل المبياني للدالة اف، وهكذا د. قال لك سيدي بين ان معامل او ميل المستقيم دي هو 3 على 2. نقول لي نفكركم ان المستقيم دي الذي معادلته إيكغيك تكتب على شكل ام اكس زائد بي، بحال الا قلتي لي اف دو اكس حيت هذه داله تالفيه تساوي ا اكس زائد بي، بحال بحال، حيت هما قالوا مستقيم حنا غنخدموا بهذه. لو كان قال لي الداله التالفيه كنت غنخدم بهذه، وراه نفس الحاجه. القاعدة اللي عندنا هي أن أ تساوي إيكغيك 2 ناقص إيكغيك 1 على إكس 2 ناقص إكس 1. وهنا غادي تعاوننا باش نفهمو، لأن قلنا إيكغيك بحالها بحال إف ياك، إذا هاد إيكغيك 2 ممكن نعوضها بإف ديال إكس 2، وإيكغيك 1 ممكن نعوضها بإف ديال إيكغيك إكس 1. وعندي المعلومات فين هما، هاهما، حيت عندي أ تساوي التمثيل المستقيم غادي نحسب بكل بساطة. ناخذ مثلا ا هي ب هي 2، شحال هي ايكغيك ديالها؟ ناقص 3 ناقص، شحال هي ايكغيك ا؟ اذا هي 3 فوالا، مقسومه اكس 2 اكس ديال ب هي ناقص 1 ناقص اكس ديال ا اللي هي 3. اذا النتيجه شنو تعطينا؟ ناقص 3 ناقص 3 عندهم نفس الإشارة هي ناقص 6، كنكتب الإشارة ونجمعهم. بنفس المسألة ناقص 1 ناقص 3 نفس الإشارة، كنكتب الإشارة وكنجمعهم 4. هنا غادي نختازل بالناقص وبالجوج، هانتوما ناقص 2 في 3 ناقص 2 في 2، نختازل بالناقص 2 تبقى لي 3 على 2. فوالا، ها حنا بينا المعامل ديال المستقيم. جيم حدد صيغة الدالة اف، جيم حدد صيغة الدالة اف. مزيان. جيم دي هو التمثيل المبياني للدالة التألفية اف، إذا الدالة التألفية اف دو إكس كتساوي أ إكس زائد بي. السؤال اللي قبل حسبنا أ، إذا اف دو إكس تساوي 3 على 2 إكس زائد بي. باش يمكن لي ندير التحديد ديال الدالة التألفية إف، خصني ندير التحديد ديال بي، وباش ندير بي بحال التمرين اللي فات، كيخصني واحد النقطة، نختار اللي بغيت، ناخد مثلا هاد النقطة اللي فيها الأعداد الموجبة باش ما ندوخش.
اذا غادي يكون عندنا اف لثلاثة تساوي الصورة ديال ثلاثة، قلت لك دائما هذا اكس وهذه الصورة ديالو، اذا هذه اكس وهذه اف دو اكس او لا ايغريك نفس المعنى، ثلاثة على جوج مضروبة في ثلاثة زائد بي، اف لثلاثة بشحال غنعوضها بثلاثة، ثلاثة تساوي ستة على اثنان، تسعة على اثنان زائد ب، معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، غادي نمسح دابا هذا المعنى، وغادي نكمل الحساب، إذا ثلاثة ناقص تسعة على اثنان تساوي ب، هذا كان عدد موجب جبناه لهاد الجهة رجع عدد سالب، خصني ضروري نوحد المقام باش نحسب، إذا هي ستة على اثنان ناقص تسعة على اثنان تساوي ب، ألوغ نفس المقام دونك غادي نقول هي ستة ناقص تسعة على اثنان تساوي ب، من الله ما نغلطش ما نفقدش التركيز ديالي مغلط، إذا ناقص ثلاثة على اثنان تساوي ب، إذا ب كتساوي ناقص ثلاثة على جوج، ومنه فإن التعبير ديال دالة التآلفية اف دو إكس كيساوي ثلاثة على جوج إكس ناقص ثلاثة على جوج، نتأكد بسرعة الصورة ديال ثلاثة هي ثلاثة، دونك هي تسعود على جوج، تسعود على جوج، ستة على جوج هي ثلاثة، مزيان، ناقص واحد ناقص ثلاثة على جوج مع ناقص ثلاثة على جوج هي ناقص ثلاثة، مزيان إذا صحيح، وهكذا غادي نكونو جاوبنا على السؤال جيم ديال التمرين رقم خمسة. دابا غندوزو للجزء الثاني، ثانيا لتكون الجدالة خطية، لتكون الجدالة خطية، نتأكد بعدا بلي اللايف خدام، فنسى راسي، تكون الجدالة خطية، الجي لإثنان تساوي ستة، فوالا راه اللايف مازال خدام، مزيان، إذا دابا غادي ندوزو للجزء الثاني. الجزء الثاني جي عطاونا دالة خطية بمعنى جي دو إكس تكتب على شكل أإكس، الأولى، الثانية جي لإثنان تساوي ستة، جي لإثنان تساوي ستة، حد دالة إكس، وديجا عندنا القاعدة الله يعطيكم الرضا هي أن أ كتساوي، عفوا عرفنا أ، أ تساوي إف دو إكس على إكس. راه ماشي دائما غتكون اف، تقدر تكون اف، تقدر تكون جي، تقدر تكون، اذا غادي يكون عندنا لنحدد، نحدد ا، علاقه سهله، ا تساوي جي لو اكس مقسومه على اكس، هي المعلومه، اذا ا تساوي جي لاثنان مقسومه على اثنان، رد بالك هذا اللي في الاقواس دائما هو اللي لتحت، اذا ا جي لاثنان شحال هي؟ سته، سته مقسومه على اثنان، ا تساوي ثلاثه، فوالا. وهكذا غادي نكونو حددنا أو عطينا التعبير ديال الدالة جي، إذا جي إكس تساوي ثلاثة إكس، السؤال اللي تابعه سيدي مثل دالة جي في معلم متعامد ممنظم، غندير التمثيل، للأسف أنا ما كنشوفش اللايف الاخر في البيسي ديالي تقطع، ان الله يكون مازال خدام، تمثيل مبياني يعني رسمو المعلم ورسمو جوج د النقاط، وبما ان اف او لا تألفية اذا تمر من اصل المعلم، هذه دالة تألفية مباشرة، دالة خطية عفوا، دالة خطية 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 مباشرة تمر من او صفر صفر. النقطة الثانية هي فين عندنا؟ هي النقطة أ ذات إحداثيات اثنان ستة، ولا النقطة أ عندنا في التمرين اللي قبلو بي و سي سميوها النقطة دي، ولا سميوها النقطة اف، حيت عندنا او من بعد وعندنا دي مستقيم. أرسم المعلم كيف العادة، اكس ايكغيك أو لا جي دو اكس اللي بغيتي،
النقطة الأولى أصل المعلم صفر صفر، النقطة الثانية اثنان ستة، إذن هنا عندنا جوج، هيا هنا عندنا ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، البلاصة اللي كيتقاطعو فيها هو اللي غيدوز لنا التمثيل المبياني، هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة جي، وغنطلبو منكم تصوبوه في علم متعامد ممنظم، فوالا. مزيان ان شاء الله التمثيل غيكون سهل. السؤال اللي تابعو، قالوا لنا سيدي المعلومه خلاص دابا راه عندنا جي دو اكس تساوي 3 اكس اللي هي الداله الخطيه ديالنا. السؤال اللي تابعو عافاكم طلبوا منا هل النقطه او ذات الاحداثيات 100 300 تنتمي الى التمثيل المبياني للداله جي؟ بكل بساطه قالوا لنا بين واش النقطة أو ذات الإحداثيات 100 300 كتنتمي للتمثيل المبياني ديال الدالة جي اللي هو دلتا. علما أن الدلتا ممكن نسميوها سي دو جي كورب، لا كورب دو جي، صافي دونك سي دو جي لا كورب دو جي، المنحنى ولا التمثيل المبياني ديال الدالة جي. باش يمكن لي نعرف واش كينتمي ولا لا، هذا اكس وهذا خصو يكون جي دو اكس، واش صحيحه ولا مصحيحاش؟ شنو غنجي؟ غادي نحسب الصوره ديال 100، جي دو اكس تساوي 3 اكس، جي لي 100 تساوي 3 في 100 تساوي 300. كيف ما شرحت البارح، الا لقيت هذا العدد هذا هو اللي كاين هنا، إذا النقطة تنتمي، إلا ما كانش كيساوي النقطة لا تنتمي. هنا لقيناها، إذا أو ذات الإحداثيات 100 300 تنتمي إلى سي دو جي، يعني التمثيل المبياني ديال الدالة جي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون قدرني ربي باش نشرح لكم، الله يوفقكم ويفتح علينا وعليكم، نستغفر الله ونتوب إليه حق قدره هذا رمضان هذا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا لصيامه وقيامه احتسابا لوجهه العظيم، يغفر لنا ويرحمنا ويرفع لنا هذا الشهر العظيم، يرفع علينا هذا الوباء اللي ما هو الا جند من جنود الله سبحانه وتعالى. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا في اقرب وقت، نرجعوا للمساجد ديالنا اللي صراحه ما نظنش شي واحد ما توحش التراويح، ما توحش يصلي.